بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. سنتكلم بعجالة عن فوائد الليمون لو سيترون بالدرجة المغربية الحامض، وبالخصوص الحامض اللي عنده هذه البزولة هذه البلدي. يتكلم عنه ابن سينا في القانون ويقول: على الليمون ولما فيه من القبض والعطرية صار مقاويا للمعدة، منبها لشهوة الغداء، معينا على جد الاستمراء، مطيبا للنكهة، محركا للجشاء، مقاويا للقلب، وفيه بذا زهر يقاوم مضار السموم المأكولة والمشروبة في البدن. إذا الحامض بالنسبة الذين يشكون مشاكل القلب، مشاكل الهضم، مشاكل الدورة الدموية، غنعطيكم تجربة صغيرة جدا بإذن الله. بسم الله بسم الله، يمكن لك يمكن لك تقبط الحامض وتاكلو كاع. فوائده لا تعد ولا تحصى، المشاكل اللي عنده مشكل القولون العصبي كذلك، نقبط الحمض ونيبسو في الظل حتى ينشف تيجف مزيان، وندقو دقا ونسحقو سحقا، ونبقى ندير نصف معلقه صغيره قبل الوجبات بالنسبه لمشاكل القولون. المشاكل كذلك ديال الشعر، نقبط القشور ديال الليمون ونحرقها في النار هادئه، ثم تسحق حتى تصير على شكل دقيق، وتخلط مع الحناء لتجعل وتخلط بزيت الزيتون، وذلك لاصحاب المشاكل ديال الشعر، تجعل الشعر طويلا ثم تمنحه سوادا لامعا بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد، والله ولي التوفيق. هذا المشكل ديال الحمض، قولوه ما تخافوش منكم، كما نعيد مرة أخرى ماذا تكلم عنه ابن سينا. ابن سينا تكلم وقال عنه، يعني عن الحمض لو سيترون، قال: ولما فيه من القبض والعطرية صار مقويا للمائدة، منبها لشهوة الغداء، معينا على جسد الاستمراء، مطيبا للنكهة، محركا للجشاء، مقاويا للقلب، وفيه بدا زهر يقاوم مدار السموم المأكولة والمشروبة في البدن، والله ولي التوفيق. مع تحياتي لكم من العاصمة الإسماعيلية مكناسة الزيتون.